أهلا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من الجزائر اليوم على الجزائرية الثالثة الإخبارية. الميناء التجاري للوسط بالحمدانية محور حديثنا في الملف الأول، وفيه نحاول الإطلال على هذا المشروع الضخم ضمن شراكة جزائرية صينية في الأشغال. ما هي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المرجوة من هذا المشروع؟ وهل قيمة الاستثمار بالمشروع تعكس فعلا حجم المبادلات التجارية المرتقبة فيه؟ كيف له أن يفك الخناق والضغط عن ميناء العاصمة العتيق؟ وكيف لنقاط الربط البرية وبالسكة الحديدية لهذا الميناء، كيف لها أن تعزز دوره الريادي بترشيد في التسيير والتنظيم؟ هي محاور وأخرى نسعد بمناقشتها مع الخبير الاقتصادي سعد سلامي. الملف الثاني نحاول الإطلالة فيه على المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها، وعن أمال ولوجها إلى مصاف أن تكون مدرسة عليا بوصاية إدارية لوزارة الثقافة ووصاية بيداغوجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ينضم إلينا لاحقا السيد عبد الوهاب زكار مدير المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية. المحطات المعتادة حاضرة في البرنامج كالعادة، من النشرة الاقتصادية إلى النشرة الرياضية، والتي يتواصل فيها الحديث عن المنتخب الوطني وتحضيراته قبيل لقائي الجولتين الثالثة والرابعة لتصفية كان الكاميرون. إذن البداية مشاهدينا الكرام، تعول الجزائر من خلال مشروع الميناء التجاري للوسط بالحمدانية بشرشال على بحث اقتصادي أكثر من خلال ضخامة هذا المشروع، والذي سيمنح حتما أفضلية في رفع حجم المبادلات التجارية ببلادنا، وأيضا كمحطة لإعادة الشحن والشحن العابر. للحديث عن هذا المشروع الاقتصادي ذو الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يحضر معي الأستاذ سعد سلامي الخبير الاقتصادي. أهلا بكم أستاذ، شكرا على تلبية الدعوة. أهلا بك، شكرا على الدعوة. إذن في بدايتنا نتحدث عن اختيار هذا الموقع، عن أهميته، أيضا تسوية كل المشاكل المتعلقة به من خلال العقار أيضا والجانب القانونية، قبل الحديث عن المنشأة الاقتصادية الضخمة هذه. أولا مساء الخير أيضا السادة المشاهدين، شكرا على الدعوة. أهلا بك. سوف نتحدث ربما عن موضوع كما سميناه الجديد القديم، لأنه أنت تعرف أنه المشروع هذا مش وليد الساعة، وليد أو هو مقترح من الحكومة الحالية، إنما هو يعني تاريخه بدأ في 2016 تقريبا. كانت توضعت الدراسة وكان انتهت منه، يعني كان جاهز لبداية الإنجاز أو إنجازه بشراكة أجنبي، يعني طرف صيني، شريك صيني متمثل في يعني مدعوم بإكزيم بنك الصيني، وكان عبارة عن تمويل كلي صيني وإنجاز صيني. هذا في البداية. الأمر والمبلغ أنت تعرف اللي كان مخصص كان يتراوح ما بين 6.3 حتى 6.5 مليار، على يمتد على مدة فترة إنجاز 7 سنوات. طبعا مشروع مثل هذا ومبلغ مثل هذا أنت تعرف بأنه مغري الشركات الخاصة، لأنه هو وكل القطاع العمومي، يعني سواء بالنسبة للجانب الصيني أو إشراف شركة الموانئ الجزائرية تبع يعني بإشراف وزارة النقل. أسأل لعاب الكثيرين يعني من الداخل ومن الخارج، يعني خاصة شركات الخواص اللي كانت تحوس على نصيبها في شركات المناولة وكذا باش تدخل في عملية الإنجاز، ومن بعد طبعا راح تستفاد من عملية تسيير المؤسسات الميناء، لأنه أنت تعرف الميناء مش ميناء يعني أمبور رصيف، وإنما فيه مؤسسات كثيرة، يعني هو عبارة عن مجمع اقتصادي، مجمع سكني كبير، لأنه كان أيضا متوقع له أنه تنجز معه مدينة حديثة، مدينة عصرية في منطقة الحمدانية، يعني في الجانب الشرقي لشرشال، يعني غرب العاصمة، عاصمة الجزائر. طبعا هذا الأمر اللي خلى أنه يصير هناك شد وجذب ما بين رجال أعمال، يعني رؤوس أموال قوية كبيرة كانت هذاك الوقت هنا في الجزائر، مع أنتم تعرفوا الشيء اللي كان، المناخ اللي كان سائد في الحكومة آنذاك، كان يعني تقريبا هناك نوع من الانصياع لرجال الأعمال، كانوا يتحكموا يعني في دولة بالحكم وكذا، تعطل المشروع
لحد الساعة. بعد ما جاء السيد رئيس الجمهورية عاود أثار الموضوع وخرجوا للساحة وطرحوا للحكومة، وكان طبعا لأهميته، لأنه لماذا؟ لأنه الآن جاء مشروع إنرولانس، يعني مشروع إعادة بعث أو انتعاش الاقتصادي، ولازم له أدوات. من بين هذه الأدوات هذا الميناء الكبير لتقريب التصور أنه راح يكون من أكبر أو أكبر ميناء محول في حوض البحر المتوسط. جميل. يعني لأنه لماذا؟ طبعا راح يربط القارات الثلاثة، آسيا وأوروبا الغربية وإفريقيا. وطبعا أيضا كان هناك تصور صيني، لأنه تعرف أنه شريك أساسي راح يدخل بالتمويل وكذا، التمويل والإنجاز. طبعا هو عنده مشروع عالمي، مشروع تجارة عالمية اللي سماه يعني مشروع طريق الحرير الجديد. وهنا كان مفصل كبير، ميناء هذا كان مفصل كبير في التحويل من آسيا أوروبا إلى إفريقيا، بوابة كبيرة لإفريقيا، أهميته بالغة جدا للجزائر، الاقتصاد الجزائري وأيضا بالنسبة للاقتصاد الصيني. أنتم تعرفوا أنه لازم بديل اللي هنا اللي عاود يعطي هذه الانتعاشة. التصور أنه أنت تطرح ضعف قدرة التحويل من وإلى الجزائر إلى تقريب 8 أضعاف، لأنك أنت إحنا نعرف بلي أنه أكبر ميناء هنا هو ميناء الجزائر العاصمة، لتقريب طاقة الاستيعاب تاعه أو الحمولات اللي توصل له هي تقريب في حدود 30,000 طن. الجزائر بالميناء هذا، لأنه أنتم تعرفوا أنه الموانئ الكبرى هذه ترتكز على قضية المساحة، يعني العرض وأيضا العمق. لماذا؟ لأنه يستقبل بواخر ضخمة. لا يمكن استقبل الموانئ التقليدية اللي عندنا في الجزائر، اللي يعني تاريخها من تقريب الحقبة الاستعمارية. الميناء هذا راح التصور تاعه أنه يضاعف قدرة الاستيعاب وقدرة التحويل إلى 8 أضعاف، يعني تقريبا من 30 حتى 24 240,000 طن من السلع في حمولة في باخرة واحدة. معناته الآن راح تتصور هذيك الانتعاشة وهذاك الكروسانس اللي راح يمدها للمبادرة التجارية من وإلى الجزائر. جميل. حتى نفوت نقطة فقط، اختيار الموقع غرب العاصمة، اختيار الموقع ربما عنده أبعاد أكيد في ميزان الدراسة التقنية. شوف، ربما كاين بعض الخفايا او بعض دقائق الامور، يعني دي ديتاي اللي ما يعرفهم تعرفهمش العامه، لانه لما تختار منطقه تختارها لعده عوامل. الامباكت ايكونومي، يعني كيفاش نقولوا احنا، الاثر الاقتصادي، الجدوى الاقتصادي اللي راح ديرها، الاثر الاجتماعي، منطقه واش زي الدراسه الاجتماعيه تاعها، الاثر كما قلت لي كنا نتكلموا في الكواليس انه قضيه ثقافي، منطقه ثقافيه. احنا هذيك المنطقه معروفه، هي منطقه المدينه القديمه اللي تيبازا وشرشال والحمدانيه وكذا، انتم تعرفوا انها منطقه اثريه وغير مستكشفه تماما. معناته لحد الان حتى ولو كان راح تكون الاشغال ربما راح يصطدم، طبعا يصطدم باثار لم يتم اكتشافها لحد الان. معناته حتى لازم لك هذا القطاع اللي هو قطاع النقل بالموانئ او القطاع النقل البحري راح يولينا قطاع قاطره، قطاع لوكوموتيف، راح يجبد قطاعات اخرى للمنطقه وللاستثمار في المنطقه. وانتم تعرفوا بلي انه هناك مشروع مدينه حديثه ايضا، شوف ايش راح يجي في المدينه الحديثه، شوف القطاعات اللي راح تجي والشركات اللي راح تجي والاستثمار اللي راح يجي في المنطقه، وايضا الربط بشبكه الاتصال. يعني تكلمنا على السكه الحديديه، السكه اللي راح تربط دول افريقيا، دول الساحل على وجه التحديد، دول افريقيا بالجزائر يعني بالميناء. ايضا الطريق السريع اللي راح يوصل حتى الحمدانيه، واصل حتى لتيباز، هناك محاولات توصل حتى المنطقه. طبعا والحركه، الحركه الاجتماعيه والحركه التنمويه اللي راح تعرفها المنطقه. اذا لما تختار منطقه تختارها لعده عوامل. احنا نعرف انه العنصر الهام جدا في الموانئ كنا تكلمنا من قبل هو قضيه طبيعه الرصيف، يعني عمق الرصيف وعرض الرصيف وطريقه النفوذ اليه. العمق انتم تعرفوا انه ماهوش من اختيارك، العمق هو قضيه طبيعيه، قضيه يعني تكتشفها دراسات جيولوجيه استراتيجيه، يعني عن طريق الاقمار الصناعيه. طبعا تبين احسب معلومه اللي عندي انه اعمق منطقه في منطقه الوسط هنا، منطقه الجزائر وضوحيها، يعني من تيبازا حتى البومادة، هي منطقه الحمدانيه اللي فيها هذا الرصيف العميق جدا. طبعا اللي يصلح انه يستقبل النوع اللي رانا نتصوروه من الحمولات في البواخر، يعني البواخر الحديثه. الان تتصور انه راح تدخل اكبر
باخرة شحن في العالم اللي هي تقدر ترفد حمولة 240 ألف طن في الحمولة الواحدة. معناته هي راح تحتاج عمق أكثر من البواخر اللي تحتمل 30 ألف طن أو 20 ألف طن أو 25 ألف طن. صح. العمق تحتاج أكثر، وأيضا قوة الدفع. أنتم تعرفوا أنه الرصيف، بناء الرصيف أيضا لازم تدخل طبعا هناك معايير قوة الدفع، قوة الدوران، يعني مجال الدوران كذا، أمورات كثيرة اللي يحتاجها اللي يخضع لها اختيار منطقة ما لبناء رصيف أو ميناء بهذا الحجم. جميل. الحديث الآن عن هذا البعد الاقتصادي، في حديث عن كلام للمختصين عن 200 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر. نتكلم عن هذا الأمر لأنه الأكيد أنه عجلة الاقتصاد مهم تدويرها، ومهم حجم المبادلات التي ترتفع، وكل الإيرادات الناتجة عن هذا المشروع هي الضخم. ولكن الشباب ربما القريبين من تلك الجهة هم نظرتهم إلى مناصب الشغل التي سيوفرها هذا المشروع الضخم. طبعا شوف، اذا كان المشروع اللي راهو الان حيز دراسه وحيز يعني الوضع على السكه، هو قضيه الستارت اب، مؤسسه صغيره والناشئه. جميل. وانت خلق ميناء كما هذا، واش قلنا حيجيب مع هذاك الاكسسوار، يعجب هذيك اللواحق اللي هي شركات المناوله والشركات الصغيره اللي راح تدخل، مثلا لترانزيتر، الناس اللي تقوم بعمليه العبور مكاتب الصرف، يعني مكاتب الصرف، الفنادق، المطاعم، يعني المجمعات، قطاعات خدمية، شركات تحويل، مصانع ربما للتعليب. انت لما تجي عوض انك تروح تحول مثلا السلعه تاعك الى منطقه خارج العاصمه او خارج نطاق هذا البريمات الاجروا، معناته تي بازا وكذا، تستطيع انك تحول في منطقه، راح يكون عندك امبورساك ولا ديبورساك، يعني يكون عندك موانئ جافه لافراغ هذيك الحمولات. ايضا راح تكون عندك الشركات، خاصه شركات النقل وشركات التحويل، هذه راح تجي تستقر في المنطقه. اضافه الى ذلك قطاع النقل، قطاع المواصلات، قطاع الخدماتي، كل هذه. تصور انت لو تدير مدينه حديثه، مدينه معناته بكل مرافقها. لما تدير مدينه شوف باش راح، خاصه لما يكون عندك تجارة نامية وتجارة يعني حركة تجارية بهذا الحجم، ميناء بهذا الحجم، وتصور اللي رانا راح نديروه لهذا الترافيك ماريتيم، يعني هذا التحويل البحري اللي راح يصير في الجزائر. وخاصة احنا مش نتكلموا على قضية تمويل الجزائري فقط، نتكلموا على تحويل سلع إلى إفريقيا، يعني منفذ إلى دول الساحل ودول العمق الإفريقي كامل، ربما مستقبلا دول أوروبية، السوق الأوروبية. وأيضا احنا تكلمنا على أكبر اقتصاد في العالم اللي هو اقتصاد الصين، وطريق الحرير وكذا، ربما راح تكون طريقة ربما لحد الآن مازال ما تصورناهاش، أو مش ممكن أن نتصور حجم المبادرات لو كان يتحقق المشروع بالتصور الحالي بكل أبعاد، يعني بكل أبعاده وبالدراسة الحالية. جميل. ربما واحدة من النقاط اللي شخصيا يعني بقات في ذهني عالقة لمدة عقود، أنه بعض نقاط العبور ولو كانت جوية، تحدث مثلا عن مطار فرانكفورت أو دبي، ربما في كثير من السنوات الفارطة تحدثنا عن أرقام ضخمة كانت تنتج يعني تجنيها هذه الدول من خلال إعادة الشحن، وأيضا الشحن العابر كما يسمى ترانزيت. الآن الاستفادة من هذا المشروع بغض النظر عن حجم المبادرة التجارية الوطنية اللي تدخل الاقتصاد الوطني، نحن أيضا مقبلون بإذن الله على منطقة التبادل الحرة الإفريقية مطلع يناير المقبل 2021. ربما الأمر هذا يخلينا أيضا ننظر من المنظور الربحي، أقول في استغلال هذا الميناء كمنطقة كمكان للشحن وإعادة الشحن. أستاذ، طبعا شوف، هو التصور الامباكت ايكونوميك، هذا هو هو انك تخلق منطقه عبور دوليه وعالميه. جميل. يعني يكون حجم المبادلات منظور عالمي، مش منظور جزائري، ماهيش تجاره خارجيه جزائريه، لا. يكون منظور انه المنطقه الافريقيه الحره انها كامل تستفاد من المنطقه هذه. وشوف راح يوفر في مسألة النقل فقط على خاصة دول الداخل، دول العمق الإفريقي اللي هي الدول اللي ما عندهاش يعني ساحل، لا سواء المحيط أو الحوض البحر المتوسط، راح يوفر عليها هذاك لو ديتور، يعني هذاك المسافة الكبيرة اللي كانت تستهلكها السلع والبضائع اللي تدخل لها، وأيضا النقل عن طريق البر. لما يكون الدول هذه المنفذ تاعها هو الجزائر، وانتم تعرفوا أن الجزائر دائما تعتبر من الدول الرائدة في التنمية الإفريقية. الجزائر كانت مشاركة في كامل الصناديق
وحتى أنها مؤخرا الجزائر هي اللي تبنت قضية صندوق الإعانة الإفريقية. طبعا هذا الميناء لو كان بالتصور اللي رانا دايرينه إضافة إلى المطار الدولي الجديد للجزائر اللي هو أيضا راح يكون نقطة تحويل كبرى ونقطة تبادلات، نقطة أيضا قضية نقطة مبادرة في العملة الصعبة، نقطة تحويلات، نقطة يعني الجباية الجزائرية اللي كانت معتمدة تقريبا على عائدات النفط راح تعرف واحد الأريحية في مجال آخر، يعني في مجال عائدات النقل، النقل البحري والنقل الجوي، منطقة العبور تصير الجزائر منطقة عبور وتصير منطقة حيوية، يصير عندها هذاك النشاط في المبادلات وحتى التصنيع صناعات التحويلية وكذا، ربما راح يستفادوا استفادة يعني كبيرة جدا من هذا الميناء وأيضا الميناء الجاف أو مطار الجزائر الدولي. جميل، وندعم ربما قولك أستاذ بأنه في هذا المشروع الضخم هناك مناطق لوجستيكية ومناطق صناعية تتربع على 2000 هكتار بطاقة استيعاب 23 رصيف، ما يسمح بمعالجة 6.5 مليون حاوية سنويا، كلها أرقام. طبعا هذا هو تصور تاع مدينه الجديده بالحمدانيه. هذا هو النشاط الاقتصادي والتجاري اللي راح تعرفوا، هي قضيه البورصه كان تكلمت في الاول، ذكرت لك قضيه الموانئ الجافه اللي تحول لكونتينر، وايضا قضيه مبادله في العمله، قضيه مبادله في السلع، قضيه تحويل سلع، اعاده تحويل سلع، ومن يعني سواء يعني سواء بالنسبه للاستهلاك الداخلي او للتصدير او يعني والتحويل الى دول جوار. جميل، اخر نقطه نختم بها استاذ، هذا البعد الثقافي تكلمنا عن أبعاد اقتصادية، عن أبعاد اجتماعية، أيضا البعد الثقافي لربما نفصله فيه، كنت قد تكلمت عليه أنت في البداية كما قلت أنه المنطقة معروفة بإرثها التاريخي والحضاري القديم عبر عصور غابرة، أهمية الموقع فيه وإعادة بحثه أيضا من خلال ربما بعض عمليات أقول الشراكة الثنائية التي تمت بالموازاة مع إنشاء هذا الصرح الاقتصادي الضخم. كان هناك حديث عن استخراج لبعض المدافع الأثرية تعود إلى الحقبة العثمانية وما قبلها ستة أو غيرها، إعادة ربما بعثها وترميمها لأن تكون عنصرا من عناصر المتاحف الوطنية. أستاذ شوف، قلنا في البداية أنه كاين بعض القطاعات تصير قطاعات قاطرة يعني دي سيكتور لوكوموتيف. هذا القطاع اللي هو قطاع النقل البحري، شوف كي استقر الرأي على أنه يكون في الحمدانية، والحمدانية جاية ضمن منطقة بنيمار أثري، يعني منطقة أثرية معروفة المدينة القديمة بامتياز طبعا، والاستكشاف تاعها يعتبر جزئي جدا، استكشاف المنطقة الأثرية اللي راهي منطقة مردومة كما يقال. الآن أشغال تهيئة الميناء الرصيف وأيضا المدينة الجديدة طبعا راح مؤكد أنها تصطدم بمواقع أثرية مدفونة وراح تبدأ الاكتشافات. تتكلمت على قضية المدافع، ربما هذا الشيء اللي ذكر أو الشيء اللي واضح هناك مدينة كاملة مطمورة طبعا، وتصور أنت تبدأ عملية الحفر حتى بطريق سريع، لما كان طريق سريع داخل تيبازا فعلا صادفوا المقبرة الأثرية وكان تم تحويل الطريق، تفادوها وتحويل الطريق، والآن راهي منطقة أثرية وتم عليها عمل وتنقيب وكذا وما زالها يعني محل بحث. نفس الشيء ربما الله يعلم، احنا ما نعرفوش الامتداد تاع المدينة الأثرية، ربما راح تكون في حتى شاطئ الحمدانية يعني منطقة الرصيف وكذا. انا فقط كاين نقطة نأكد عليها، الناس القانونيين، الناس اللي مكلفين بالدراسة في مثل هذه المشاريع لازم يراعوا أولا قضية الفائدة للجزائر، الخزينة العمومية وأيضا السيادة الوطنية، لأنك لما تدير اقتصاد، لما تدير مشروع اقتصادي بهذا الحجم أكيد الامباكت راح يكون كبير من الجانب القانوني، لازم تحضر له من الجانب القانوني والجانب مثلا تكلمت الجانب تقصد ربما جانب السيادة على المشاريع. طبعا على المشاريع، أنت لما شوف في البداية المشروع هذا كان يعني بتمويل كامل وإنجاز صيني، وهذا الأمر ما يخش على الجزائر لماذا؟ لأنه أكيد حاجة معروفة في الاقتصاد الدولي أنه راح يطالب بمدة طويلة، مدة الاستغلال في الاستغلال بعد، ولا تم شراكة ما بين صندوق التمويل الاستثمار اللي هو الوفاني الجزائري ونظيره بنك إكزيم الصينية، تقريب بالمناصفة 3.3 تقريب مليار دولار استقام منها، وكذلك الجانب الصيني.
ضيف الى ذلك قضيه الانجاز. الان ما دامنا مازال نتكلموا على قضيه 49 51 في المشاريع الكبرى هذه، لازم ايضا نراعوا هذا الجانب ونراعوا السياده الوطنيه ونراعوا حق الشفعه للجزائر، لانه عندنا امثله في الجوار، امثله قريبه جدا يجب ان ندرسها ونسلط عليها ضوء، اللي هي الان من اكبر القضايا في النزاعات الدوليه. انتم تعرفوا قضيه دوله جيبوتي وموانئها والشركه الاماراتيه موانئ دبي، المشكله وش صار الان في محكمه العدل الدوليه، ودخل الجانب الصيني ايضا كطرف ثالث لانه دار منطقه حره في جيبوتي وكذا، والان راه نزاع كبير ومنطقه معقده ايضا، وصارت اطماع كبيره في منطقه راس الافريقي. يعني باختصار نفهم منك انه الامر لازم نراعوا مصالح الوطن، لازم نراعوها اول شيء في الاتفاق في العقد، لازم نراعوا مصالح الوطن اولا وحق الشفعه ايضا، ثم ننطلق في قضيه الحقوق وكذا والمناصب في المشروع. وان شاء الله المشروع راه الدراسه راهي واجده، وان شاء الله ربي يكون صح فعلا، يعطينا يكون اداه من ادوات لارونس ايكونوميك او اعاده الانتعاش الاقتصادي، البعث الاقتصادي في بلادنا. طبعا الخبير الاقتصادي سعد السلامي، شكرا جزيلا لك على تلبيه دعوه برنامج الجزائر اليوم. شكرا لك، شكرا على الدعوه، شكرا سادة المشاهدين على صبرهم علينا. اهلا بك دائما، الجزائر اليوم متواصله معكم مشاهدينا الكرام. بعد قليل حديث عن المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها ببلادنا، ابقوا معنا. سعداء مشاهدينا الكرام، مجددا بالتواصل معكم نرحب جميعا بالأستاذ عبد الوهاب زكار، مدير المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها، للحديث عن المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية، وهو محور حديثنا الثاني، وفيه نحاول الوقوف عند أهمية هذه المدرسة المعول أن تلتحق بسلك المدارس العليا ببلادنا، لما لها من أهمية بالغة في الحفاظ على الممتلكات الثقافية. أسعد معكم مجددا بالترحيب بالسيد عبد الوهاب زكار، مدير المدرسة. أهلا بكم سيدي، شكرا على تلبية الدعوة. شكرا للاستضافة. أهلا بك دائما. إذن بداية حديثنا عن هذه المدرسة، أو على الأقل ما جنته المدرسة من تحقيق أهداف على الأقل منذ 2012، تاريخ بعث موسمها الدراسي الأول، وحبذا قبل ذلك لو نضع المشاهد الكريم في صورة هذه المدرسة التي أذكر أنها تحت الوصاية الإدارية لوزارة الثقافة، وتحت أيضا الوصاية البيداغوجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. أستاذ، هي مدرسة، شكرا، هي مدرسة ناشئة، يعني شيء جديد في الجزائر، بدأت في 2012، بدأت بالمستوى الليسانس، أول مرة يعني في الجزائر تكون مدرسة تاع ترميم، سواء كانت في كل ما هو تراث منقول أو غير منقول. أربع سنوات تخرجوا منها طلبة بالليسانس، وبعدين كان فيه تخوف من طرف الطلبة هذو اللي عندهم البكالوريا، ما يعرفوهاش مليح، ما يعرفوش التخصص، وما يعرفوش إذا كان شغل من بعد ولا ما كانش شغل توظيف، هذا هام جدا. وبعدين طلبنا يعني باش تكون فيه تواصل بعد الليسانس لازم نروحوا الماستر، والآن رانا نديروا في الماستر. دونك رانا في مرحلة انتقالية ما بين المدرسة الوطنية الأولى اللي بدات في طور الليسانس، الآن رانا نديره في الماستر فقط، ما كانش الليسانس، والآن خرج راح يخرج إن شاء الله هذا المرسوم تاع المدرسة العليا، ونشكر يعني السيدة الوزيرة اللي قدمته لمجلس الوزراء، وراح يفوت إن شاء الله، وراح تكون المدرسة اتجاه جديد. جميل. اتجاه جديد راح يكونوا فيها سنوات تحضيرية كما كل مدارس العليا تابعة للتعليم العالي، سنوات تحضيرية وبعدين التعميق في الموضوع. إذن هذا العام نكملوا في السنة الثانية تاع الماستر 2،
وابتداء من السنة القادمة إن شاء الله راح نحضره هذا الهيكل الجديد تاع المدرسة. هي مهمة جدا للترميم. أنا بسيفتي يعني كمهندس مرمم يعني درت التخصص تاعي يعني في الـ في الـ في الـ في, الـ في الخارج وما كانش فيه تخصص من قبل هنا. كانت الجزائر تبعث طلبة للخارج باش يتكونوا. إذن الآن ممكن نكونوا إحنا بدورنا هذا الشبيبة اللي راه جاية. قلت لك ميدان غير معروف. جميل. احنا ربما نفصل في بعض النقاط حتى يكون حتى ربما الحاملي شهادة البكالوريا الجدد كثير من المهتمين ربما نشرح لهم فقط هذا المجال اللي ربما كثير قد يقول لماذا هذا التخصص اللي قد يكون ربما أيضا تابع للهندسة المعمارية أو تخصصات يعني في هذا الميدان المعماري الآخر. يعني لماذا خصيصا بالثقافة وترميم الآثار؟ ما كانش غير الترميم كل ما هو غير منقول يعني البنايات وكذا، كان ترميم ثاني اللقاء وكل ما يوجد في المتاحف. جميل. وفي الـ في الـ في المخازن تاع المتاحف عندنا لقاء كثيرة عديدة جدا وتاريخ تاع الجزائر معروف يعني حقبات متراكمة يعني وتاريخ الجزائر على طول الجزائر القارة. كل متاحف كاينين، متاحف وطنية ولا المتاحف التابعة للديوان الوطني للممتلكات الثقافية. وتحتاج الصيانة، تحتاج الترميم فعلا. تحتاج التدخل في هذا اللقاء اللي صبناهم في المواقع الأثرية. وكذلك وهذا الشيء اللي يهمنا كثير هم المهندسين المعماريين المؤهلين. جميل. في الترميم ماشي أي مهندس يقدر يتدخل في معلم تاريخي. لازم تكون عنده هذا التأهيل، وحنا في المستقبل راح نمدوا هذا التأهيل للمهندسين. الو باش يدخلوا يعني في المدرسه نتاعنا درنا احنا ابواب مفتوحه، درنا ابواب مفتوحه ومشينا في كل ساعدتنا الجامعات اللي تابعه للتعليم العالي ودرنا ابواب مفتوحه، والطلبه اللي كانوا يجوا يسجلوا في الاختصاصات الاخرى كانوا يشوفوا وش هي المدرسه وكانوا يسالوا كانوا الان راح فتحنا عندنا ثاني كذلك باج ويب تاعنا، عندنا الباج فيسبوك تاعنا، ورانا في اتصال مباشر مع الناس اللي حابين يتعرفوا اللي حابين يجيو. مازالهم متخوفين السؤال اللي يطلبوه كاين شغل ولا ما كاينش شغل. الشغل كاين. شوف ميدان شغل. ربما لو نبدا نشرح لمن يتابعنا الان ان ميدان ربما العمل اذا تكلمنا على العمل والتشغيل فيما بعد يخص المؤسسات الوطنيه التابعه لوزاره الثقافه. ايه. بشكل مباشر ماشي غير وزاره الثقافه فقط. تعرف باللي كاين وزارات اخرى مثل المجاهدين. جميل. مثل الشؤون الدينيه، مثل وزاره الدفاع لديها متاحف ولديها يعني وين يقدروا هذو الطلبة يتوظفوا. جميل. صح 80% نقولوا وزارة الثقافة، الباقي كل تبع القطاعات أخرى. إذن الشغل كاين، الحاجة كاينة، الطلب كاين. احنا نعرف هذا الشيء لأنني سيرت 10 سنوات ديوان وطني لحفظ الممتلكات الثقافية المحمية، واللي رانا متواجدين حاليا هذا الديوان متواجد عبر 38 ولاية. إذن نعرف المواقع ونعرف الشيء اللي يخص وأهمية هذا الشيء. لازم ترميم وأهمية لأنه شعور بأهمية هذا الأمر هو اللي ربما يخلي لهذا التخصص معنى ويخلي له حتى بعده التاريخي الحضاري الإرثي. سيدي الكريم بحديثنا ربما عن هذا القطاع في أوقات ما كثير من المواقع الأثرية ضمن برامج كبرى، وقبل هذا كنا مع ضيفك السابق نتحدث على مشروع اقتصادي كبير اللي عرف ربما خلال إنجازه بعض المحطات التاريخية على غرار المحطة على غرار المقبرة القديمة في شرشال بحديثنا عن الميناء التجاري للوسط قبل قليل. إذن مثل هذه المناطق ربما في وقت ما كانت تحتاج إلى مكتب دراسات أجنبي، تحتاج إلى مهندسين في التراث الثقافي أجانب، كانت تصرف ربما بالأكيد أموال كثيرة عن مثل هكذا أعمال. للآن أيادي وسواعد جزائرية مختصة تقدر تقوم بهذا. نعم كان هذا الشيء صحيح جدا صديق. كنا دائما نلجؤوا للخبراء الأجانب والجزائريين كانوا مساعدين تاعهم فقط. إذا الآن ممكن تكون فيه كاين مكاتب دراسات بدات يعني تتخصص في هذا الميدان، تخصها خبرة، تخصها تكوين.
حبينا نحبسوا هذا الاتجاه نتاع يعني باش نروحوا الاجانب باش يرمونا التراث نتاعنا، هذا الشيء غير مقبول. احنا نقولوا باللي نقدروا نكونوا شباب اللي غدا اللي يقدروا يقوموا بالترميم، ما نروحوش بعيد. نعطيك مثال تاع جامع كتشاوة مثلا، رمم من تعرف اتراك، احنا كنا موجودين على كل حال، اكثر من 30 شاب كان اندمجناه داخل المؤسسة باش يتعلموا، ولكن احنا كنا قادرين نقوموا بهذا الترميم. يخص واش؟ يخص الخبرة. جميل. يخص التطبيق، يخص الآلات، الاحتكاك، الاحتكاك والآلات، المواد، كاين مواد خاصة كاين آلات خاصة. إذا هذه المدرسة لازم لها تدعيم تاع الدولة. جميل. فهذا النظري نقدروا نمدوا النظري، لازم نروحوا للتطبيق. وين نديروا التطبيق؟ نديروه في المتاحف، نديروه في المواقع نتاعنا، نديروها. كلام معقول وجميل جدا استاذ. نقدروا ثاني نقبلوا حاجة، نقبلوا شراكة مع أجانب في إطار. وصلنا إلى نقطة مهمة جدا أنا كنت حاب نتكلم عليها في البداية، ولكن جاءت الآن، الشراكة الأجنبية سواء مع جامعات من الجانب الأكاديمي أو مؤسسات ومكاتب دراسات تهتم بالجانب الثقافي والموروث التاريخي المادي، ربما هو مهم ونتفق عليه أستاذ. مهم جدا. مؤخرا مضينا اتفاقية مع جامعة باردو بيتش من تشيكيا، والسنوات اللي قبلها مضينا ثاني اتفاقية مع المعهد الوطني الإيطالي للترميم، وكان فيه تبادل، بعثنا احنا طلبة راحوا داروا التدريب تاعهم في المخابر نتاعهم. مؤخرا كاين اتفاقية ومضيت مع هذه الجامعة نتاع باردو بيتش مختصة في الترميم، بدات في 2005، هي ثاني مش قديمة، ولكن عندهم خبرة. دينا منهم حاجة أخرى ثانية، المدرسة عليا، مدرسة عليا تكون في إطار الأكاديمي الجامعي، وثاني عندها دور آخر تدير الرسكلة، ممكن الناس اللي راهم يخدموا حاليا في المديرية الثقافة ولا في بعض الهيئات يحتاجوا إلى تكوين أو تدريب ولا رسكلة باش يعاودوا يطلعوا في المراتب نتاعهم. جميل. هذا يعني مش مدفوع الأجر، هذا صديق هذه المدرسة تقدر تدخل كذلك الأموال باش تقدر هي بدات تشري الأدوات وتشري، وتقدر ثاني كذلك تدير الخبرات الخبرات نحو المتاحف الوطنية ولا خبرات حتى على مستوى المغاربي. إذا كاين تعلمنا حاجة من هذا الجامعة، يقول 50% ميزانية تمدها الدولة، 50% هو من يجيبوا الأموال هذيك عن طريق الخبرة، عن طريق التكوين المدفوع الأجر. لازم نروحوا لهذا الطريق، احنا الجزائر تعرف الوضعية المالية تاعها، لازم نروحوا لهذا الطريق، نسحقوا برك من الدولة التدعيم باش المخابر نتاعنا. عندنا زوج مخابر موجودين للذكر، احنا موجودين في مدينة تيبازا الآن، كنا موجودين من قبل في قصبة الجزائر في قصر دار الصوف، الآن تحولنا خرج المرسوم تحولنا إلى مدينة تيبازا في المركز العربي للآثار. مناش وحدنا، كاين كان معنا المركز الوطني للبحوث في الآثار. إذا شوف راح يكون فيه مجمع، فيه المدرسة، فيه المركز البحث. جميل جدا. فيه فرع من الديوان، راح يتلاقاو هذو الخبراء وراح يتبادلوا. تضافر الجهود هام جدا. احنا ما لازمش ننساو حاجة، من المدرسين تاعنا كاين مهندسين، كاين أثريين، كاين مهندسين مدنيين اللي يدخلوا في لي ستركتور في الهياكل، كاين كذلك مختصين في الكيمياء، كاين. اذا تضافر الجهود، وهذا مع جامعة بومرداس خدمنا وجبنا أساتذة من ثم، كاين جامعات أخرى مختصين. هذا هو المشكل تاعنا، لازم نلم هذا الاختصاصات. وأكيد أنه أيضا خبرتكم أستاذ في هذا الجانب تلعب دور كبير. ربما أملنا معكم في الأخير نخلوه إطلالة على كيفية الالتحاق بإذن الله في حال ما تم ترسيم المدرسة إلى مدرسة عليا للطلبة للجدد بشكل بسيط، ونذكر أن تخصصات ربما مطلوبة هي علمية بحتة. ايوه عندنا لاغيتي يعني المقرر اللي ينص على الماستر اللي رانا ندرسوا فيه حاليا،
يقول باللي كاين اربع فروع نقبلوا اربع فروع كاتر ديسيبلين يعني مختلفه، المهندسين المعماريين اختصاص تراث باسكو في الجامعات ولا في المدارس العليا تاع الهندسه المعماريه فيه الاختصاص تراث، الاثريين اللي داروا الاختصاص الثاني تاع الحفظ، المهندسين اللي جايين من المهندسين اللي كنا نهضروا المدنيين وكذلك من الفنون الجميله. جميل. وراح نمدوا لها هذا الاختصاص، راح تكون فيه مش مسابقه ان انتروتيان باش نخيروا الاحسن يعني. وكاين مشكل ثاني تاع المعدل نتاع الليسونس، لازم يفوت يعني 12 في فوق 12 فوق 20 راح تكون يعني مش معركة يعني. لازم حتى التعليم العالي يتفاهم، عندنا لجنة مشتركة. جميل. اللي راح تقرر شكون يدخل شكون ما يدخلش. جميل. لازم التعليم العالي يسهل لنا شوية بما أننا مدرسة ناشئة. جميل. يعاونونا وبعدين نبداو كيفاش نقولوا نحسنوا. كل التوفيق نتمنى لكم الأستاذ عبد الوهاب زكار مدير المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها، شكرا جزيلا لك على تشريف برنامج الجزائر اليوم. شكرا، شكرا للاستضافة اللي أعطيتوني الفرصة باش نعرف بهذه المدرسة. أهلا بك دائما. شكرا. أستاذ الجزائر اليوم متواصلة معكم بعد قليل، طائفة من الأخبار الاقتصادية مع الزميلة نيلة نوار. إذن زميلة نيلة نوار حاضرة معنا. نيلة مساء الخير. مساء الخير العربي، مساء الخير مشاهدين الكرام، وأهلا وسهلا إلى هذا الموعد الاقتصادي والمستهل بقطاع الطاقة، حيث يترأس وزير الطاقة عبد المجيد عطار الاجتماع الوزاري 22 لمنتدى الدول المصدرة للغاز الذي سيعقد يوم 12 نوفمبر الجاري عبر تقنية التحاضر عن بعد، حيث سيتم خلاله دراسة أوضاع سوق الغاز الدولية وأفاقه. وسيجمع هذا الاجتماع الهام الذي سيجمع بالإضافة إلى الدول الأعضاء والمراقبين في المنتدى والبلدان المدعوة وممثلي المنظمات الدولية للطاقة أوبك وإيوف، يأتي في سياق دولي صعب تميزه مخلفات جائحة كوفيد 19 على الطلب العالمي على الغاز. والآن نعرج على المشاريع الشبانية الناجحة والأنموذج من بلدية أولاد موسى بمرداس لشاب رفع التحدي بإنشاء مؤسسته الخاصة بدعم من الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب، يقول عبد الرزاق رمضان في هذا الروبورتاج. حكاية فضيل بدأت قبل 12 سنة، فكرة بسيطة بقليل من الدعم والكثير من الطموح، فأضحى المشروع مؤسسة ناجحة. كنا قاعدين على كل حال أنا والأخ تاعي، خذينا يعني هذا النوع من الخشب اللي هو جديد على كل حال، خدمنا به يعني طابلة طويلة تاع منزل، ديناها للدار وفرحت بها الأم، وهذه الفرحة تاع الأم هي اللي شجعتنا وقالتنا علاش ما تخدموش هذه الخدمة وطوروها كل حاجة هكذاك. عزيمة فضيل وتنوع أفكاره جعل المؤسسة تنمو شيئا فشيئا لتوفر حاليا أزيد من 60 منصب شغل لأبناء المنطقة. عندي مدة 9 سنين وأنا هنايا، حبيت الخدمة هذه وتعلمنا بزاف صوالح فيها، بزاف عفايس كيما لي ماشين هكا كيما انا راني هنايا سبيسياليتي المانتيمونس تاع لي ماشين. مركز المؤسسه التكوين المهني والتمهيل بعثوني لهنا باش نتعلم ستاشر من وزري، استفدت بزاف صوالح هنايا. الطاقه الانتاجيه بلغت 150 وحده في اليوم، تنوع في المنتوج بجوده عاليه جعلت من المؤسسه اسما في السوق الوطنيه، والطموح لا يزال أكبر. الشركة راهي تتربع مساحة صغيرة، رانا
ما نقدروش نتنفسوا، لحقنا وين ما قدرناش وما لقيناش وين نحطوا ديزيكيبمون. لو سافوار فير كاين، اليد العامله كاينه، كاين كلش. اعطونا برك الفرصه وحاسبونا يا خويا على المدى القصير ولا المدى المتوسط ولا المدى البعيد. قصه فضيل ملهمه للشباب الراغب في انشاء مشروعه. فكرة بسيطة، إرادة قوية والكثير من الصبر هو السبيل لبلوغ الأهداف والنجاح. إلى أخبارنا الدولية، حيث أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو في تقرير صدر أمس أن الأسعار العالمية للأغذية ارتفعت للشهر الخامس على التوالي خلال شهر أكتوبر 2020، وفي مقدمتها الحبوب والزيوت النباتية والسكر ومنتجات الألبان. وبلغ مؤشر فاو لأسعار الغذاء الذي يقيس الأسعار الدولية للسلع إلى 5%، وارتفع مؤشراً منظم لأسعار الحبوب بنسبة 7.2% في شهر أكتوبر من العامية الجارية مقارنة مع شهر سبتمبر، إذ وصل إلى 16.5% عن القيمة التي سجلها خلال شهر أكتوبر 2019. دوليا دائما، انتقلت رهانة الانتخابات الرئاسية الأمريكية إلى الأسواق العالمية، حيث انتعشت كافة مؤشراتها. ففي وول ستريت قفزت الأسهم الأمريكية عند الفتح، وصعد مؤشر داو جونز الصناعي بحوالي 1%، وزاد مؤشر ستاد أند بورتس 500 بمقدار 1.23%. هذا وتقدم مؤشر ناسداك المجمع إلى 2%. كما صعدت الأسهم الأوروبية، حيث وصل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي إلى 1%، وربح مؤشر فانانش تايمز البريطانية 0.6%، وصعدت الأسهم اليابانية إلى أعلى مستوى لها في أكثر من عامين مدعومة بمكاسب وول ستريت. إلى أخبار الذهب، إلى أقول أسعار الذهب الأسود التي شهدت خلال تعاملات اليوم انخفاضا، حيث تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر جانفي بنسبة 2.5% إلى 40.99 دولارا للبرميل. هذا ونزلت عقود خام برنت الأمريكية تسليم ديسمبر بنسبة 3% عند 37.63 دولارا للبرميل. إلى أسعار المعدن النفيس التي شهدت اليوم انخفاضا خلال تعاملات، حيث نزل الذهب في المعاملة الفورية ب 0.5% إلى 1939.10 دولارات للأوقية، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ب 0.3% لتصل إلى 1940.20 دولارا للأوقية. وفي الختام مشاهدينا، وكالعادة إطلالة على صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري. نتابع. نهاية موعدنا الإخباري مشاهدينا لنهار اليوم، شكرا لكم على كرم المتابعة. تتمت فقرات برنامج الجزائر اليوم مع زميلي العربي، العودة إليك العربي. ليلى نوار، شكرا جزيلا لك. من طائفة الأخبار الاقتصادية إلى طائفة الأخبار الرياضية، نرفع نبضها بعد قليل مع الزميل علي جعفر، تابعونا. We'll be right back.
مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام وبالزميل علي جعفر. أتشرف جدا أن نعمل معك ولأول مرة علي. شرف الكبير لي العربي بن سدالة، شكرا جزيلا لك العربي. مرحبا بك مشاهدينا، أسعدتم مساء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البداية إذن بأخبار المنتخب الوطني، من المقرر أن يكشف الناخب الوطني جمال بالماضي خلال اليومين القادمين عن قائمة المنتخب الوطني للاعبين المعنيين بمواجهة منتخب زيمبابوي ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2022 الكاميرون. ومن المنتظر أن تشهد القائمة بعض التعديلات على صعيد التشكيلة مثل ما عودنا عليه المدرب جمال بالماضي في المرات السابقة. إلى أخبار الأندية، حيث صادق أعضاء الجمعية العامة لنادي وفاق سطيف بالإجماع على التقريرين المالي والأدبي خلال للموسم الفارط، وهذا ذلك خلال الجمعية العامة العادية التي أقيمت اليوم. هذا وقدم أربعة مترشحين لحد الآن ملفاتهم بصفة رسمية لانتخابات رئاسة النادي الهاوي للوفاق، وذلك بعد فتح باب الترشيحات اليوم كذلك. ويتعلق الأمر بكل من كمال لافي وزكريا خرة وإبراهيم العرباوي وشنشني. بلال بوزيدي يفصل في هذا التقرير. كل من هؤلاء المترشحين يحمل برنامجا خاصا يرى من خلاله أنه كفيل بإقناع أعضاء الجمعية الانتخابية لرئاسة بيت النسر الأسود. أصغر المترشحين زكريا خر قال أنه يسعى إلى إعطاء بعد عصري يتماشى والكرة الحديثة. الشيء اللي جايبه معاه زكريا هو أنه شاب طموح، جايب معاه نفس جديد ودم جديد فيه يعني شباب وكفاءات يعني اللي راهي إن شاء الله تكون معايا في المكتب المسير. اليوم وفاق سطيف محتاج إلى استراتيجية فكرية، إلى استراتيجية تسويقية، إلى استراتيجية تجارية. في حين أكد لافي كمال أنه سيسعى إذا ما فاز بالرئاسة على إعادة هيبة الفريق الصيفي والاستثمار في الطاقات الشبانية لتكون مصدر عائدات معتبرة. ربي إن شاء الله جذب رضا الكابيتال نتاع الشركة سكسيتا نورمان، وإن شاء الله بربي إن شاء الله بيسي الكابيتال، وإن شاء الله نحلوا الاكتتاب الجماهيري هكذا بها الناس كل تساهم في هذا الكلوب بنون بالفريق. أما ثالث المرشحين العرباوي إبراهيم فوعد بإعادة هيكلة كلية للنادي والبحث عن مصادر تمويل أخرى. أول حاجة اللي راح نبدأها هو راح نبدأ بالمركز، المركز تاع وفاق سطيف اللي عنده حوالي 10 سنين هو متوقف. تمام، عندنا أرض بحوالي 6 هكتارات ولحد الآن الإنجاز ما كانش. هذا وستجرى الجمعية العامة الانتخابية يوم 14 من الشهر الجاري بمادة. في أخبار الأندية، دائما دخل نادي شباب قسنطينة في المرحلة الثالثة لاستعداداته تحسبا للموسم الجديد المقرر انطلاقه في 28 من نوفمبر الجاري. محمد صالح بوساكر زار الفريق وبعث بالتقرير التالي. بعد 5 أسابيع على بداية التحضير، يكون شباب قسنطينة قد دخل المرحلة الثالثة من استعداداته. خاض خلال هذه الفترة الإعدادية مجموعة من المباريات الودية، وإن اختلفت نتائجها فإن المدرب عبد القادر عمراني ما زال يختبر اللاعبين على ضوء الانتدابات الجديدة التي وقعها شباب قسنطينة والتي وصلت 13 لاعبا. من الناحية البدنية حسيت باللي كان فيه تحسن، بالرغم اللي كان لاعبين التحقوا بالفريق مؤخرين، كان لاعبين اللي عندهم ربما شهر عمل اكثر من واحد اخرين اللي لحقوا ريصامو، ولهذا عندك مجموعه ربما من الناحيه البدنيه ماهيش في نفس المستوى، يعني المستوى يختلف، وهذا الشيء الاشكال اللي تلقيناه. يعني كل مره نحاول نغير التشكيله باش نعطي فرصه ونزيد تكون عندي ربما نظره على اللاعبين جدد وباش يتعودوا على بعضهم بعض، مو شيء سهل. تعداد هذا الموسم يتوفر على لاعبين بخامات جيده على غرار السوداني شيبوب، ما أراح المدرب عبد القادر عمراني كثيرا. بالنسبة لكاليتي تكنيك كاين يعني مستوى اللاعبين من الناحية الفردية كاين، يبقى
العمل التنظيمي في الملعب، العمل الانسجام، هذا هو الشيء اللي ربما نطلبه من الملعب. أنا خيرت شباب قسنطينة لعدة عروض، عدة فرق هنا في الجزائر، خيرت المشروع الرياضي، خيرت شغل مع الشيخ كان هو له سبب كبير في المجيء تاعي لهنا لشباب قسنطينة. المرحلة الرابعة وما قبل الأخيرة في برنامج تحضيرات شباب قسنطينة ستكون بداية الأسبوع المقبل بالجزائر العاصمة، تتخللها ثلاث مباريات ودية على أن يستكمل البرنامج التحضيري بمدينة قسنطينة قبل افتتاح بطولة الموسم الجديد. في تحضيرات الأندية دائما تتواصل بملعب أحمد فالق بحيدرة دورة المرحوم إسماعيل خباط الإعدادية للموسم الجديد، دورة التي انطلقت أمس عرفت مشاركة أربعة أندية هي مولودية الجزائر منظمة الدورة وشبيبة القبائل ونصر حسين الداي وأتلتيك بارادو، كما شهدت حضور عدة وجوه رياضيا أو رياضية فضلا عن أسرة الفقيد أنيس مزيان وكل التفاصيل. تكريما لرمز قدم الكثير لمولودية الجزائر والكرة الجزائرية، دورة إسماعيل خباطو كانت مناسبة حضرتها أسرة الفقيد وبعض الوجوه الرياضية. مولودية كانت في قلبه لا دوني سافي pour le sport en Algérie. بالنسبة للرمز المرحوم إسماعيل خباطو معروف في تاريخ فريق الثورة، وكذلك المشوار تاعو على مستوى العارضة الفنية لفريق المولودية ما قد ما نتكلموا عليه يعني قليل. إسماعيل قبل ما نقول لك مدرب هو كان أب ديالنا، ما على بالك إسماعيل كان يعطينا نصايح ميموندور تاع الفوتبول ولا يعطينا نصايح وفي كرة القدم إسماعيل كان كما نقولوا اون افونس. الدورة شهدت تنافسا عاليا رغم طابعها الودي، أين وقف الفنيون على مدى جاهزية الفرق خاصة من الناحية البدنية. بالنسبة للجانب البدني مازلنا في دور التحضيرات، يعني صح الشوط الأول كانت عندنا حضور بدني كبير، ولكن في الشوط الثاني تراجعنا لأن حتى أنا خليت بعض اللاعبين اللي لعبوا 90 دقيقة باش نشوف مدى التحضيرات اللي قمنا بها، ولهذا يعني في الأخير شفنا بلي الفريق تعب يعني نوعا ما. دورة إسماعيل خباطو عرفت تنظيما محكما باتباع الإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي والتي كانت واضحة خلال أطوار المباريات. دورة المرحوم إسماعيل خباطو تميزت بتدابير صحية صارمة وبتطبيق دقيق للبروتوكول الصحي المقرر للوقاية من كوفيد-19، وهو الأمر الذي يبعث على الارتياح تحسبا للاستحقاقات القادمة، يقول عمر جمعي في هذا التقرير. دورة المرحوم إسماعيل خباطو التي شهدت مشاركة أربعة فرق من الرابطة المحترفة واحترم فيها البروتوكول الصحي والذي طبق بصرامة خاصة بعدما شهدت بعض الفرق إصابات بالكوفيد-19 لبعض اللاعبين. تحكمنا على اللاعبين وبفضل التقنية ستاف تكنيك وستاف ميديكال قدرنا وين نشدوا الجوار، كنا في طربوسات قدرنا ثلاث طربوسات وين ما كان حتى حالة تاع كوفيد. التربص الاخر خرجنا وعطيناهم وين عطى لهم الطاقم الفني عطى لهم 4 أيام راحه، هذوك 4 أيام راحه راحوا لديارهم سي نورمال، راهم تلاقاو مع ماليهم ما يقدروش ما يسلموش عليهم اكسيتيرا. دونك حنايا كان حنا واش نديرو شاك فوا كي ندخلوا للستاج لازم ندير لهم فحوصات، لازم ندير لهم دي تيست اكسيتيرا. هذه الخطره بانوا لنا وين كانوا عندنا طرواكا مي معني هاد التروكي سون كيما يقول لك ما عندهمش لي سين ما عندهمش سون سيمبتوماتيك، دونك ما في حتى بروبليم يكملوا يونطريني ورانا عطينا لهم الدواء تاعهم ومن على سمانه ولا سمانتين عاود يولوا للجروب ان شاء الله. وان كانت بعض المخاوف قد سجلت قبل انطلاق الدوره غير ان كل الظروف كانت مهيئه عند اجراء المباريات. إلى حد الآن لا توجد مشاكل لأنه بكل بساطة احترمنا البروتوكول الصحي، نستعمل أدوات التعقيم والأقنعة الواقية، وحتى عند التدريبات نحترم التباعد بين اللاعبين، كل الأمور تسير نحو الأحسن. الأهم في هذه الدورة أنها كانت امتحانا حقيقيا للقائمين في تطبيق البروتوكول الصحي وعينة ميدانية
لانطلاق منافسات البطولة الوطنية نهاية الشهر. ويبدو أن موعد انطلاق البطولة المحدد مبدئيا في 28 من نوفمبر لا يزال محل شك وتردد بسبب عودة الأرقام المسجلة في إصابة فيروس كورونا للارتفاع من جديد. آخر المستجدات حملتها تصريحات عضو اللجنة العلمية لمتابعة فيروس كورونا بقطب بركان الذي ألمح بشدة إلى إمكانية تأجيل الموعد. من أجل ذلك السيد بقطب بركان معنا عبر الهاتف. السيد بقطب مرحبا بك. تحدثتم في عدة منابر عن إمكانية تأجيل بعض النشاطات ومن بينها كرة القدم على خلفية الموجة الجديدة للفيروس. ماذا يمكن أن تقول بهذا الخصوص؟ مساء الخير. أولا لم يكن الاستهداف يعني بالضبط بالنسبة لكرة القدم. يلي للأسف هناك تصاعد تاع الحالات تاع الإصابات في بلادنا بصفة خطيرة وبصفة مؤلمة وبصفة يعني لفتت الانتباه انتع السلطات العليا للبلاد، وكذلك الأطباء اليوم يعانون كثير في المستشفيات المكتظة بالمرضى بالكوفيد 19. السؤال مطروح، إذا نوقف جميع التجمعات الكائنة في البلاد بما أنها نأخذ بعض المواقف التحفظية بالنسبة لهذا الأمر، بالمعروف بأن الكوفيد 19 عندما يكون تجمع، أي تجمع يعني، هو يساعد بأن الكوفيد يتنقل من الشخص إلى الشخص. السؤال المطروح، يا ترى ننجم مثلا لكان نوقف المدرسة، نوقف الجامعة، نوقف حتى المساجد، نستأنف في كرة القدم؟ هذا بصفة معقولة إذا توقعنا يعني، وإن شاء الله ما هوش كذلك الأمر. إذا نتوقع في تصاعد الحالات كما هو الشأن اليوم، رانا نبصر اليوم في تصاعد خطير يعني. إذا لحقنا إلى محال، طبعا الجزائر لازم صحة المواطنين أكثر من أي تقدير آخر. نعم سيد بقطب بركاني، في حال يعني ما إذا احترمت أندية كرة القدم وأندية الرابطة الأولى تحديدا البروتوكول الصحي رغم استمرار ارتفاع الحالات في بقية المجالات، هل يمكن السماح بذلك بانطلاق البطولة في موعدها؟ شوف أنا يا أخي مرانيش مسير ولا إداري ولا سياسي بالنسبة للأمر. هذا السؤال القرار يعني يتخذ الحكومة، ولكن احنا في اللجنة العلمية صاهرين على أن نكف على انتشار الوباء، وبالتالي نعطي توصيات إلى الحكومة، نعطي إرشادات إلى الحكومة من الناحية العلمية والطبية لا أكثر ولا أقل. إذن أنا شخصيا نقول الرأي نتاعي بأنه الأنشطة الغير يعني مثلا إذا دخلنا في حجر صحي، محتمل حجر صحي يعني ترى ممكن نستأنف المقابلات الرياضية. سؤال مطروح يعني. نعم شكرا جزيلا لك سيد بقطب بركاني عضو اللجنة العلمية لمتابعة فيروس كورونا، كنت معنا عبر الهاتف. هذا وستكون أندية الرابطة الأولى التي بلغت مرحلة متقدمة من التحذيرات للموسم الجديد أمام حتمية التكيف من جديد مع المستجدات الصحية في حال أي تأجيل لموعد انطلاق البطولة. سفيان بن مهني والتفاصيل. حالة شديدة من الارتباك تسيطر على المشهد الكروي جراء الارتفاع المفاجئ لحالات الإصابة بفيروس كورونا والحديث عن موجة ثانية، وضعية تطرح الكثير من التساؤلات حول مصير البطولة. إصابات عديدة داخل أندية تملك إمكانات كبيرة تنذر بخطورة الوضع الصحي، ما جعل البروفيسور بقطب بركاني يدعو إلى اتخاذ قرارات شجاعة وإن اقتضى الأمر تأجيل انطلاق الدورية. حوالي 20 يوما تفصلنا عن الموعد المحدد سلفا، وتطورات الوضع الصحي ستحدد وحدها قرار بدء الموسم من عدمه،
وبين هذا وذاك تأمل الأندية في الخروج بنتيجة إيجابية دون العودة إلى نقطة الصفر. بعد أسبوع من ملازمته غرفة الإنعاش توفي اللاعب الشاب أيمن ماموني متأثرا بالاختناق بالغاز، وظل لاعب وفاق سور الغزلان وقبلها أولمبي المدية وشبيبة الصورة يقاوم أثر الاختناق بالمستشفى قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة. إن لله وإنا إليه راجعون. إلى أخبار المحترفين، حيث توجه صباح اليوم الدولي الجزائري يوسف بليلي إلى العاصمة القطرية الدوحة لترسيم التحاقه بنادي قطر القطري. وكان بليلي قد وقع قبل أيام على عقد إلكتروني مع النادي، ويذكر أن جناح المنتخب الوطني كان قد فسخ عقده مع نادي الأهلي السعودي خلال الأسابيع الماضية. عرفت القيمة السوقية للدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر متوسط ميداني ميلان الإيطالي ارتفاعا كبيرا منذ بداية الموسم الجاري. وكشفت وسائل إعلام أوروبية نهاية الأسبوع أن عمالقة الكرة الأوروبية مستعدون لدفع الشرط الجزائي في عقد بن ناصر البالغ 50 مليون يورو في صورة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي. بن ناصر الذي نال إشادة كبيرة من طرف متتبعي الكرة العالمية حظي كذلك بمدح خاص من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي التويتر. فرض الظهير الأيسر للمنتخب الوطني رامي بن سبعين نفسه في التشكيلة المثالية لثالثة جولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، واستحق بن سبعين الاختيار بفضل أدائه المتميز في المباراة التي فاز فيها ناديه مونشنغلادباخ على مضيفه شختر الأوكراني بسداسية، حيث وقع على الهدف الرابع للنادي الألماني وساهم كعادته بفعالية كبيرة دفاعيا وهجوميا. وتواجد بن سبعين مع كبار القارة العجوز الذين ضمتهم القائمة على غرار محمد صلاح، ساديو ماني من ليفربول، وورنر من نادي تشيلسي. تختف القمة التقليدية بين بوروسيا دورتموند وضيفه بايرن ميونخ أضواء الجولة السابعة من الدوري الألماني لكرة القدم، وذلك حينما يلتقيان السبت على ملعب سيجنال إيدونا بارك في صراع فض الشراكة بينهما. بلال بناري والتفاصيل. جهت بشحنة معنوية إضافية بعدما أطاح بغريمه في نهائي السوبر الألماني قبل شهرين، ويعول على الابتعاد في الصدارة وليات لعبها إلى غاية الآن وفي كل المسابقات، ويطمح لمنافسة إذ لم تتلقى شباك بوروسيا سوى هدفين في 6 مباريات سيجنال إيدونا بارك. إذن من إيدونا بارك ومن محطة البتيل بوندسليغا نختم أخبارنا الرياضية في الجزائر اليوم. نعود إلى الزميل العربي بن سدلة. شكرا لك علي، وبهذا أيضا نأتي إلى ختام هذا العدد من الجزائري اليوم. نلقاكم بخير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.